الله من أعمدة الشطي. جزاك الله. دوانيتكم الشطي بالقادسية. منو من وجهاء الشطي من وجهاء منطقة القادسية؟ غيركم إبراهيم الشطي. كلهم وجهاء يعني. الله يرحمه عبد العزيز المخلد. الله يرحمه. نايم. منو بعد دواوينهم الجاسم؟ دواوين عاد الجاسم. وزارة النفط. الحمد لله كل. والعياط. كل شخص القادسية نوخذه يصير. صح. اي جزاهم الله خير. الطرار كلبهم وجهاء. منو بقى من العتج كبار السن؟ كان العصيمي وكان والله بعد في الرحمه اخر شيء زامل ابو بدر. صح صح. توفى. في عندنا لهيب الله يرحمه المختار بعد. اي كلبهم. اي والله. وابو عبد الهادي كان ابو طارق و ابو وليد عبد الهادي كان ابوهم بعد. ايه؟ كبار السن. ايه الله يطول بعمرهم. الشرهان. اي والله الله يطول بعمرهم. انتوا لحقتوا على القادسيه قديمه؟ لا انا قديم. انا احنا في السبعينات. والله جينا القادسيه. كانت في ناس قدم. ها قاموا. الاسم الكامل سيدي محمد الشطي. ابراهيم. كانت عامرة يعني كلها بيوتها متروسة. وفي عمنا بعد سي عبد الرزاق السيد يوسف الرفاعي ابو اللواء هاشم مدير. كلبهم اهل خير. كلبهم اهل خير. جزاهم الله خير. لا والله احنا ديوانتكم تشرفنا فيها. الله يسلمك. الله حافظ الكويت. امين. من اهل خير. اي والله ان شاء الله. امين. ومنو سماها القادسية؟ ما ادري. على نادي القادسية ولا كذي؟ لا أكيد على موقع القادسية. إي والله. إيه. يا الله يعطيك العافية. ضم الله أجركم. من المتوفي؟ والله يوسف اليتامي الله يرحمه. وكان وصل أمين سر نادي القادسية مو؟ لا. عقوب اليتامي بنادي القادسية. يعني لاعب قديم. كان أمين سر. لاعب قديم. رحمهم الله والوالد سيد يوسف الرفاعي والجد. آمين.